الآن مع كلمة السيد كريس هاتسون رئيس شركة دي أم جي إنرجي. مستر كريس هاتسون. It's fantastic to be back in the global city of Cairo after two long years. Mr. President, Minister, Your Excellency. معالي الوزراء، سيداتي والسادة، الجمع الموقر، نيابة عن شركتنا وعلى الشريك الاستراتيجي وزير المعادن والبترول، أود أن أقدم ترحيبي الخاص بهذه النسخة الخامسة لعام 2022 فيما يتعلق بهذا المنتدى المعني بالبترول. بالطبع نحن نشعر بعظيم الشرف لحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والذي يلقي الضوء ليس فقط على ضرورة الأيام الثلاث لقطاع الطاقة في منطقة شمال إفريقيا وشرق المتوسط. بالطبع نحن مصر تلعب دورا عالميا وجوهريا فيما يتعلق بهذه الصناعة. أن عام 2022 في الواقع يتوقع جذبا كبيرا لعالم الطاقة، مما يحقق تحديات تواجه الاقتصاد والذي شاهدناه في العامين الماضيين. وبالطبع أن هذه الصناعة أصبح هذا الاجتماع أيضا سنويا هاما وجوهريا، والذي يضم المجتمع الدولي والمعارضين والحاضرين فيما يزيد عن 60 دولة هذا الأسبوع. في الواقع أن قدراتنا لمثل هذه الفعالية وجذب المستثمرين فأنها بمثابة خطوط إرشادية استثمارية هامة، وهذا ما ألقي الضوء عليه فخامة الرئيس. نحن يسعدنا أن نرحب بكم جميعا، وأيضا بالمجهودات التي بذلت على مدار الشهر الماضي. أن هذه النسخة الخامسة مع اللجنة التنفيذية والخبراء العالميين من أجل تشكيل المفاهيم والسياسات المعنية بهذه الصناعة. وأود أن أوجه شكري الجزيل لهذه اللجنة، وهناك رعاة هذه الصناعة والمنادين بدعم هذه الصناعة، فمن أجل التأكيد على أن هذا الحدث سيكون بمثابة رؤية مستقبلية واستراتيجية قادمة لكي تفرض نفسها في عالم صناعة الطاقة. في الواقع نحن كشركاء نقوم بوضع جدول الأعمال المعنية بثلاثة أيام من خلال التشبيك، وأيضا أن هذا المؤتمر الفني الاستراتيجي في الواقع يوجد به مجموعة من المتحدثين البارزين من خلال 22 وفدا. وفي الواقع لدينا ما يزيد 450 عارض في هذا المعرض، والذي يقدم التكنولوجيا والابتكارات والحلول من أجل استمرار هذه الصناعة في تقديم طاقة آمنة للجميع. فخامة الرئيس، معالي الوزراء، الجمع الموقر، السيدات والسادة، ترحيبا حارا للنسخة الخامسة لعام 2022 لمؤتمر الطاقة والبترول. شكرا لكم على حسن استماعكم.